نروح للخبر الثالث من صحيفة الجزيرة. 500,000 وظيفة لدعم خدمات أرامكو على الساحل الشرقي قريبا. نتابع. كشف المهندس خالد الفالح وزير الصحة ورئيس مجلس إدارة شركة أرامكو السعودية عن وجود نحو 500,000 وظيفة في الخدمات البحرية على الساحل الشرقي للمملكة سترى النور قريبا لتقديم عدة خدمات لشركة أرامكو، مؤكدا أن المملكة تتحرك لتقليل الاعتماد على النفط وتوطين الوظائف والتركيز على الصناعات ذات القيمة الإضافية العالية. تفضل دكتور. أنا ما أبغى أطول في الخبر ذا يا أبو سعد، بس أنا تذكر كذا مرة أنا وإنت نتكلم عن التصريحات الأسبوع ذا، أنا جمعت التصريحات الذي لقيت أنه في 1,000,000 وظيفة أسبوع. ترى هذا اللي يخلي المواطن البسيط يكفر في الصحافة ولا يصدقها ويعتبر اللي يقول قالوا في الحجاز كلام جرائد أنه هذا كلام جرائد. الآن أنا طالب الفالح بال500، ترى تدري ال500,000 تتعرف موظفين الدولة كلهم تقريبا 1,000,000، يعني أنت تتكلم عن نصف موظفين الدولة. 500,000 وظيفة رقم كبير. أنا أتمنى أنه الفالح الآن يحاسب على التصريح أو بعد سنة يجيب لي أسماء اللي وظفهم ال500,000. الآن هذه الأرقام تزيد يا أبو سعد والبطالة تزيد. لا بس هو والمسألة ان التصريحات الفالحه عن النفط وما يتعلق بارامكو من اول ما تعين وزير للصحه اكثر من تصريحات عن وزارته اللي هذا موضوع تكلمنا فيه الاسبوع الماضي. لا انا بقعد اتكلم فيه لان اشوف انا هذا بالنسبه لي لغز كمواطن سعودي، لغز عندي. صحيح صحيح. لا احنا نقول ان شاء الله ان المسؤولين بيتخذون اجراء في هذا. طبعا في واحد الحين مثلا يقول لك هذا رئيس مجلس ادري. نعم. ترى ادري وقسم بالله ادري انه رئيس مجلس اداره ارامكو، بس انا أشعر بأن هناك لغز. هذا شوف مثل هذا التصريح ذا من يقول 500,000، هل تصنع مجد للوزير شخصي لك؟ لا تنفع المواطن. أنا لا أريد أصلا أطالب نزاهة بمحاكمة كل التصريح. يجيك واحد مثلا هيئة السياحة توفر 25,000 وظيفة، ما أدري وش قطاع في تطوير أمال الحج يوفر 100,000 وظيفة، طيب وين الأرقام هذه؟ ليش البطالة تزيد مع الأرقام هذه؟ أنا أتمنى أن التصريح ذا يحاسب عليه بعد سنة، هل 500,000 توظفه ولا لا؟ البطالة تزيد والأرقام هذه تزيد، وكل يوم يطلع وزير والله يستعرض بتصريح. أنا أبغى نقول وظفنا، ما أبغى نقول ستوفر. في فرق بين ستوفر مستقبل أو تم التوظيف. أنا أبغى يقول تم تعيين 500,000 وهذه أسماءهم موجودين ونعرف الناس الحقيقة. نعم. الوقت يمضي والبطالة تبقى. فاصل ونعود لكم بعد قليل.